السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد أن نبدأ في يعني ما هو الذكر الذي يعطي الرزق وكيف تستمر عليه وكيف الناس الذي جربوه ووجدوا عندهم رزق بإذن الله أقول للمشايخ يعني من هنا المشايخ الذين يعطينا دروس عليهم أن يحثوا المجتمع على الذكر يعني كل ما نسمع شيخا يعطي درسا في اي مكان في بقع الارض هو يحث على الصلاة وتجد كثير من الناس لا تستطيع الصلاة لا تصلي لماذا؟ لان الذكر هو الذي يقربك الى الله فلما تذكر كثيرا تصبح روحك روحك روح الله ونور الله تستطيع ان تصلي وأن تقرأ القرآن وأن تصلي الفجر لماذا المساجد يعني خالية لأن الناس لا تذكر الله كثيرا ويعرف معناها هم الأنبياء والرسل ويعرفونها الأولياء أما العلماء تجدهم يتكلمون على الصلاة دائما والمجتمع لا يصلي يجب أن تقول لهم يا مشايخ يجب أن تقول أود يعني أطلب منكم من يشاهد الفيديو أن يشاركه وأن يشاركه أن يشاركه مع أصدقائه مع مع أحبابه كي ينتشر الفيديو وكي تعم الفائدة يا إخوتي يجب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا استطعت قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قلها ولو مئة مرة في اليوم ستغير حياتك واستمر عليها وستعرف ستعرف معناها أو قل حسبي الله ونعم الوكيل يعني أي ذكر أو قل لا إله إلا الله حتى الناس على ذكر لما تقول هذه الأذكار كثيرة تكثر فيها في لسانك تستطيع أن تصلي وأن تقرأ القرآن وأن تصلي وأن تتغلب على الشيطان وعلى الأسحار وعلى كل شيء مهم في حياة الإنسان مهما كان نوعه وأينما كان يجب عليكم أن تذكروا الله كثيرا وسوف تغير حياتك يعني الشيطان، الجن الكافر، الـ 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 الناس لا يهموك لا تـ لا 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 تنظر لهذه الاشياء، ولا تتتبع الرقات، مافيا الرقات الذين هم يسلبون اموال الناس ولا يعلمون الناس الذكر، ولكن يقول لك اتصل باي روحاني وبأي راقي، اتصل به الان، سيقول لك ابعث لي المال فالناس فالناس باتت تريد المال تريد المال من عند الناس لا, ت... لا ت... يعني بتت... تستعمل القران او ذكر الله لتجني الاموال فلا تجعل نفسك كالصبي تتتبع ت... تتبع الرقات من حياتك كلها وانت مع الرقات 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 او السحر 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 او الروحانيين فذكر الله الاعظم ذكر الله اعظم اذكروني اذكركم اذا ذكرت الله في ذكرت الله الله يذكرك في الملأ الاعلى الله يذكرك في الملأ الأعلى اذكر الله لا تعتمد على أحد اعتمد على من خلقك على من خلقك كيف يا يوسف كيف أنا أذكر الله ما هي صيغة الذكر جودة كثيرة الذي حتى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والأذكار موجودة كثيرة مثلا لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل استغفر الله العلي العظيم وأتوب له الاستغفار فيه فوائد كبيرة تدير يعني برنامج يومي لك ألف مرة مثلا ألف مرة من الاستغفار ألف مرة لا إله إلا الله ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله تداوم عليها حياتك كلها وستجني الثمرات وسترى حياتك تغيرت كلها يعني يجب أن يكون اليقين والنية اليقين والنية هنا سنتكلم عن الذكر كيف ما هو الذكر الذي يأتيك بالرزق وما هو الأشياء التي تأتيك بالرزق الاستغفار قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام يرزقك الله من حيث لا تحتسب يعني ما لزم الاستغفار يرزق الله من حيث لا يحتسب يعني يأتيك الرزق تلقائيا تلقائيا يأتيك الرزق إذا كان عندك اليقين والاستغفار يوميا أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه أستغفر, أستغفر بالصيغة التي تحب لا تسأل عن الصيغة اسأل عن النية هل أنت عندك النية للاستغفار يعني هل أنت تنوي أن تستغفر تنوي بقلبك فإذا كنت من الذين الذي لديهم نية ويقين ما هي النية؟ هي اليقين بالشيء، أنت أنت يكون عندك يقين أنك تستغفر وأن الله سيرزقك وأن الله سيغير حياتك وأنك ستربح الجنة وأنك ستتقرب من الله بالاستغفار وتكون عندك نية التقرب إلى الله فالله سيرزقك من حيث لا تحتسب ما هي الدلائل التي تشير أن الله يرزقك. بغير عمل يعني بدون بلا ما تخدم كما نقولوا بالدارجه المغربيه بلا ما تخدم بلا ما يوقع لك والو فانت ترزق ما هي الاشياء كيف تصل لهذه الرتبه اذا اردت ان تصل لهذه الرتبه يجب ان تكون قلبك مع الله يوميا تذكر الله الله يرزقك من حيث لا تحتسب الله يرزقك ياتيك الرزق ياتيك بسبب او بدون سبب ياتيك الرزق لأنك مع الله. سنأتي أكبر دليل وهي آية وهي سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنا فسر العلماء أن زكريا لما عليه السلام لما دخل على مريم عليها السلام دخل عليها وجد عندها فواكه كان يوجد عندها فواكه فواكه في الشتاء التي هي يجب أن تكون في الصيف ولما دخل عليها في الصيف كان يوجد عندها فواكه التي هي في التي هي للشتاء وهي في وقت الصيف يعني العكس قال صلى الله عليه من يشاء بغير حساب أنبياء ورسل وسيدتنا مريم يعني هذا الناس كان عندهم يقين بربهم الأعلى ليس كيومنا نحن هذا يومنا نحن هذا نشكو بتنا وحزننا إلى الناس كان الناس لا يشكون بتهم وحزنهم إلى الناس كانوا يشكون بتهم وحزنهم لمن خلقهم كانوا يتضرعون إلى الله لا يتضرعون لأحد يعني هذا الناس كانت عندهم يقين يعرفون أن الله يرزق وأن الله هو الذي القوي المتين وسنأتيكم بآية أخرى التي تظهر أن من يرزق هو الله بدون سبب والآية تبرهن أنه الله الله هو الرزاق ذو القوة المتين هنا الآية يعني بسم الله الرحمن الرحيم اسمع ماذا يقول الله اسمع ماذا يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شي واحد منين يقول لك آه اي احد يقول لك آه لا يجب ان نعمل يجب ان نبحث على الدنيا يجب ان نطلع آه كاين اللي عنده دار نطلع جوج كاين اللي عنده طوموبيل شاري جوج كاين اللي عنده مزوج مرام مزوج خمسين كاين اللي تبع الدنيا كاين اللي باغي يزيد 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 في الدنيا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فقط هذه هي الايه اللي تبرهن بها اي واحد تحداه بها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون راه ما خلقكش الله دير خلقك الله الا تعبد، وهنا ديجي يجي موراها الرزق، لان شحال واحد كيجي كي ويهدر على الرزق، والله كيجاوبك في نفس الايه وفي نفس السطر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وما وما اريد منهم من رزق الله ما باغي منك حتى حاجه، وما اريد منهم ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، ان الله هو الرزاق. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. زكريا وما كانوا يعبدون الله فَأَتَهُمُ الله واستجاب لهم الله فما وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني اذا طبقت هذه الايه في راسك وفي جسدك ولا تشكي بتك وحزنك انا ارى الناس يشكون بتهم وحزنهم الى الناس. كي ساعدني او ساعد فلان او ساعد لا لا تبحث عن المساعده من عند فلان ومن عند فلان لا يساعدك ولو اجتمعت الارض كلها لن تساعدك ان لم يريد الله اتفقنا واكبر دليل هو سيدنا يوسف فانساه الشيطان ذكر ربه يعني لا تطلب المساعده من احد اطلبها من الله اطلب المساعده من عند الله الاستغفار تكلمنا عليه في فيديو سابق وان في سورة نوح ما يجب عليك الا تفتح سورة نوح وتقرا ولما تصل سيدنا نوح يتكلم عن الاستغفار وتمعن ماذا يقول سيدنا نوح في الاستغفار ستجد ان سيدنا نوح يحث على الاستغفار في سورة نوح لقومه ويقول استغفروا ربكم ياتيكم باموال وابانين والامطار والخيرات والنهر في الجنة والجنة وتربح الدنيا والاخر بالاستغفار ياتيك كل شيء والاستغفار ياتيك بالقوة وال يعني فقط بالاستغفار، استغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه 1000 مرة 2000 مرة كل ما استطعت، الم... السر هو المداومة واليقين الذي قلت في بداية الفيديو، الذكر الذي إذا استمرت استمريت عليه لا تحتسب، سيرزقك الله من حيث لا تحتسب، الاستغفار كذلك، وأي ذكر إذا ذكرت الله منهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهو يرزقه حتى هو يكثر يكثر الرزق من استمر عليه كما قلت يعني يجب ان تتبع طريقه واحده ولا تخلط في الاذكار يعني انا احط الفيديوهات واحاول ان اساعد الناس فالناس تختار من الذكر ما تحب وما تحتاج اليه وتستمر عليه حياتك كلها لا تقول لي يوما او ثلاثه ايام او اسبوع او او سنتين استمر عليه استمر عليه إذا استمريت على هذا الذكر ألف مرة يوميا سيرزقك الله من حيث, تحت لا تحتسب وهذا الذكر هو يا كافي يا غاني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غاني يا فتاح يا رزاق هذا الذكر صنع المعجزات في في حياة بعض الناس ومنهم من مثلا وجدوا المال في ملابسهم وهذا لا يصدقها عقل وجدوا المال في ملابسهم وهناك شخص استمر على هذا الذكر أربعة آلاف يوميا أربعة آلاف تقريبا أربع ساعات أربعة آلاف يوميا لمدة أربعين يوم حتى آتاه حتى وجد المال عنده مال يعني هذا هذا, هذا الذكر يعني ترزق به تجد رزق في ملابسك إذا استمريت عليه يعني أقل شيء هو ألف مرة يوميا وهناك من ربط هذا الذكر بآية الكرسي يجب أن تقرأ آية الكرسي 170 مرة وتقرأ هذا الذكر 3000 مرات يعني يعني ورد 3000 مرات يا كافي يا غني يفتح يرزق يوميا 3000 مرات وتذكر وتقرأ آية الكرسي 170 مرة وأنا أقول يعني أقل شيء ممكن أن تفعله في هذا الذكر هو 1000 مرة يوميا يعني يا كافي يا غني يفتح يرزق هناك بعض الناس يقولون ربما لا يجب أن يجب أن يكون السبب هنا سأتكلم عن السبب وأتحدى من يقول السبب أتحدى ولما أنزل الله آدم إلى الأرض قال ستشقى قالها لآدم ستشقى إذا بحثت في الآية وأقرأ وتمعن فيها قال يعني سمى آدم يعني ذكر ادم ولا يذكر ولا يذكر حواء يعني المراه اذا ذكرت الله كثيرا سيرزقها الله من حيث لا تحتسب واذا كان اذا كان المال مثلا اذا ليس لديها اقرباء ياتيها المال على طرف الاقرباء او ياتيها المال على طرف شيء فستجد المال في منزلها يرزقها من حيث تحت من حيث لا تحتسب لانها امراه هذا الفرق ما بين المراه والرجل اما الرجل يجب ان يفعل السبب الرجل يجب ان يتحرك الرجل رجل أما المرأة فتذكر الله يرزقها من حيث لا تحسد المرأة إذا أردت أن تستغني أن تكون غنية يجب عليها أن تستغفر الله كثيرا استغفر الله سيغنيك الله لأنك امرأة وهذا الذكر يا كافية يا غانية يفتح يرزق مجرب عديد من الناس خصوصا امرأة جربته ووجدت عندها مال في يعني في ملابسها يعني هذا الله يرزق الناس من حيث لا تحتسب وخصوصا النساء نحن قلنا النساء لأن النساء قال الله ستشقى وقالها لآدم يعني ليس لحواء يعني المرأة يرزق الله من حيث لا تحتسب وأكبر دليل هو سيدتنا مريم أما الرجل في حالتين أو في في عديد من الحالات ممكن أن يرزق من حيث لا يحتسب الرجل ممكن أن يرزق كذلك كالمرأة ممكن ان يرزق من حيث لا ولكن في حالي في في عديد من الحالات الحاله الاولى ان يبحث عن عمل ان يبحث ان يبحث والعمل لا يجد في مدينته كثره البطاله ولا يجد شغل وليس هناك اي عمل يعني هذا الانسان يعني فعل السبب ولكن لا يجد عمل ها اما ربما الانسان لديه مشكل في في ذاته لا يستطيع العمل او لديه عذر لا يستطيع العمل اما اذا كانت في مدينه العمل وكان بصحه جيده وكان اذا خرج يعني بحث على عمل ويجده وكان يذكر الله وكان يعمل سيغنيه الله سيصبح غنيا سيصبح غنيا لانه فعل السبب يعني فعل السبب وبحث عن العمل سيغنيه الله هذه يعني سر الأسرة يعني هناك علماء يتعاكسون هناك من يقول يجب أن فعل السبب وهناك من يقول لا بدون سبب ممكن الله يرزقك بالذكر فعلا هذا هو يعني الذي فصلته يعني قلت النساء ممكن النساء وحدهم الذين يرزقون بدون سبب وأكبر ذلك هو سيدة سيدتنا مريم اكبر دليل والدليل الثاني يعني للرجال يعني يبحث عن عمل ولا يجده ليس هناك عمل في مدينته و يعني كثره البطاله وربما لديه عذر في جسده هذا كل شيء واتمنى يعني ان تدعو الى الله الدعوه كذلك هي تاتي برزق يجب ان تدعو الى الله هنالك دعا ربه زكريا يعني يدعو الى الله مت... متخشعا يعني ادعو الى الله يعني تفعل السبب وتذكر الله وادعو الى الله وياتيك الرزق من حيث لا تحتسب هذا كل شيء واتمنى لكم الخير يعني شعارنا اليوم هو اسماء الله الحسنى الذي هي يا كافي يا غني يفتح يرزق, يرزق يرزقك الله والناس جربتها بك يعني كثير ووجدت المال يعني يعني بحثت على هذا الذكر ووجدت انه يف يتف يعني اذا كان عندك يقين يجب اليقين لا لا الاستهزاء، اذا كان عندك قلة من الاستهزاء فلا يعمل معك اي شيء، يجب ان يكون عندك اليقين الحقيقي، أتذكر الله تذكر الله تذكر الله تذكر الله تذكر الله وستخلق المعجزة في حياتك. أتمنى لكم الخير والى اللقاء وأتمنى أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم ومع الناس يستفيدون لكي بعد العلماء يغيرون في 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 لهجة خطابهم أن يحثوا الناس على الذكر. لان الذكر هو الاعظم وهو الذي هو ركيزه الانسان لكي يصلي ويستطيع ان يصلي ويستطيع ان يفعل اي شيء لان الانسان تجد عديد من الناس وعديد من الشباب وعديد من الشابات لا يستطيعون ان يصلوا لماذا لانهم لا يذكرون الله وصيغه الذكر سهله جدا مئة مره في الصباح ومئات مرة في المساء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أذكار الصباح وأذكار المساء أو أه ورد أنت تصنع بيدك وتذكر الله يعني بصيغتك تذكر الله تذكر الله فتغير حياتك وتستطيع أن تقرأ القرآن وتستطيع ان تصلي هذا كل شيء وإلى اللقاء ومع السلامة